سعيد الناصري والابتسامة يحيى الجبران كابتن فريق الوداد سيرفع الكأس في وسط زلزال جماهيري أمام جاني انفانتينو وبوتسيبير جنوب أفريقي. يحيى الجبران والمسؤولية التاريخية 21 لقب بطولة الدوري لصايم الكرة المغربية. مشاهدينا الكرام نقول مليون مبروك هذا التتويج الافريقي المستحق للوداد، وداد الأمة على سطح الكرة الافريقية في أجواء عالمية شعبية تاريخية، تاريخ بعلاقة وصمات وقيمة نادي الوداد. نادي الوداد يكتب الليلة بيعرف بالطهف اسمه في سماء الكرة الافريقية بثالث ألقابه يعادل بواتو فريق الراجع. ستكون هنالك الدورة الشرفية وسبع ليالي بلاح.